السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 6 أبريل 2024، مينسك بيلاروسيا. طالعين من الكورس بتاع اللغة الروسية وماشيين نشتري شوية حاجات من المول، برايم مول أو سامك مول في بيلاروسيا في شارع القصر الجمهوري. والمطرة قوية جدا جدا الآن، زي ما شايفين معي. افتكر انه درجة الحرارة عاملة 11 في العربية، وفي الخارج عاملة 13. الجو مميز اليوم، يعني جو ربيعي مميز مطلوب في الأمطار. وبلامس تصاعد جليدي زي ما شايفين معانا في ازدحام مروري، خاصة شارع سامك مول. حنا نصور لكم بلوكات زي دي، نوريكم البلد وكل الأشياء عن بيلاروسيا. السفر استفافت، يعني ما هو بوتش استفافت. في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.